الحمد لله الواحد القهار حكم بالفناء على هذه الدار وبالبقاء في دار القرار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه وتزودوا بما يقربكم إلى الله واجتنبوا ما يوقعكم في سخطه وعقابه. أيها الإخوة في الله، نحن في شهر عظيم، شهر تصرمت أيامه وشارفت على الرحيل لياليه، فها نحن في اليوم 25 منه، قد اجتهد فيه من اجتهد وقصر فيه من قصر، نشط فيه عباد وكسل فيه عباد، وما زال في لياليه بقية قد يكون من بينها أعظم ليلة خلقها الله تعالى، ألا وهي ليلة القدر. فلا يفرطن قوم في اغتنام ما تبقى، فالعبرة بالخواتيم. نعم، العبرة في كمال النهايات لا نقص البدايات. عباد الله، اختموا شهركم بكثرة الاستغفار وسؤال الله القبول، ومن كان مقصرا أو مفرطا فليتب إلى الله ولا يقنط من رحمة الله. واعلموا أيها الإخوة في الله أن من شعائر الإسلام الظاهرة التي نختم بها هذا الشهر العظيم صدقة الفطر، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها بهذه الصورة الظاهرة صاعاً من طعام، ومع ذلك نسمع من يفتي بإخراجها نقوداً ويخالف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولاً وفعلاً. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، فأي مردود عليه. فاتقوا الله عباد الله، واعتنوا بعباداتكم واحرصوا على أدائها بالطريقة التي أمرتم بها، واعلموا أن كلاً يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، أي قيمةً ومالاً، أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الإمام العلامة الألباني رحمه الله عمن يقول نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، فقال رحمه الله: هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص، والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال. لكن الناحية الثانية خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بارك الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ومن العبادات والشعائر العظيمة
التي تكون في آخر هذا الشهر صلاة العيد يوم العيد عبادة مشروعة مؤكدة عند جماهير العلماء، وقال بعضهم بوجوبها. ومما شرعه الله في ختام الشهر التكبير، قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى، فيشرع للمسلم إذا خرج من بيته إلى المصلى أن يكبر إلى أن يدخل الإمام. والتكبير يكون من إعلان رؤية هلال شوال حتى يصعد الإمام إلى الخطبة يوم العيد. عباد الله، ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه. عباد الله، احرصوا على شهود صلاة العيد، واحضروا الخطبة، واستمعوا وأنصتوا، وأمنوا على الدعاء، ففي ذلك خير كثير لكم، مع الحرص على تطبيق جميع الاحترازات التي أوصت بها وزارة الصحة لمنع انتقال مرض كورونا وانتشاره. واعلموا أيها الإخوة أن توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية أن تقام صلاة العيد في جميع الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، وذلك لاستمرار وباء كورونا. وسوف تقام صلاة العيد إن شاء الله في جامعنا هذا، وتكون صلاة العيد إن شاء الله في تمام الساعة 5:15 بإذن الله. فاللهم تقبل صلاتنا.